احنا يا سادة النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة قوي، اتكلمنا عن الكلام عن تجديد الحياة الزوجية، واحنا بنتكلم مع اصحاب السعادة. فيا اصحاب السعادة، تعالوا نتعاهد على ان احنا نمشي على هذا البرنامج، نمشي على اننا نداوم الاتصال، ما نقطعش التواصل مع بعض مهما كان، نداوم الاتصال. وبعد كده نعمل ايه بعد دوام الاتصال؟ بعد دوام الاتصال نبتكر في الافعال، نبتكر في الافعال حتى لو كانت افعال صغيره، ثم بعد ذلك نفرح بالوصال، نفرح لما نقابل بعضنا. لما نفرح ان نقابل بعضنا، البسمه تذيب والفرحه تذيب كل التراكمات وتغسل كل الصدا. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ لابد ان نهتم بالجمال، كل واحد فينا يهتم ان هو يشوف الحاجه الجميله في شريك حياته. كده تتجدد الحياه الزوجيه، وكده على طول مع تجديد الحياة الزوجية نبقى على طول في محل نظر ولطف رب البرية. يا رب اجعلنا على الدوام في محل نظرك، نجدد حياتنا الزوجية ونفتح أيدي قلوبنا للسعادة والهنا واللطف والحنان الذي تنزله علينا يا كريم يا ودود يا حنان يا منان. رزقنا السعادة في كل زمان يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.